وحياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا. إذا كنت تمتلك ورقة نقدية وطنية عمانية إصدارها من 2019 فما دون، فعليك التوجه إلى أقرب مؤسسة مصرفية واستبدالها بالإصدار الجديد لهذه العملة النقدية الورقية وفقا للتعميم الذي أصدره البنك المركزي والإعلان في هذا الشأن. أما لماذا وما هي الإجراءات والخطوات؟ فإجابات هذه الأسئلة مع الأستاذ سيف بن محمد البوسعيدي، وهو مدير دائرة إدارة النقل بالبنك المركزي العماني. مساكم الله بالخير أستاذ سيف، أهلا ومرحبا بك معنا. حياكم الله أخي راشد، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة، ونود أن نشكر وزارة الإعلام وبرنامج من عمان جميع الطاقم على ترك الفرصة لنا لإيضاح الإعلان الصادر بهذا الخصوص بخصوص إنهاء استعمال بعض من الأوراق النقدية من التداول. طيب، مباشرة إلى هذا الإعلان، ماذا يتضمن هذا الإعلان تحديدا والذي أعلنه البنك المركزي العماني؟ طبعا طيب، الإعلان تم بناء على أحكام المادة 45 دال من القانون المصرفي رقم 114 على 2000، وإلى قرار مجلس المحافظين الموقر بإنهاء استعمال بعض من الأوراق النقدية المتداولة. فلذلك تم أعلن البنك المركزي العماني في الجريدة الرسمية رقم 1527 بتاريخ 7 يناير 2024 بإنهاء استعمال بعض من الأوراق النقدية من التداول كنقد قانوني، وذلك بعد انقضاء مدة 360 يوم من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية. يتم بعد ذلك، يعتبر بعد ذلك بعد انقضاء 360 يوم، تعتبر عملات منتهية الصلاحية وغير قانونية بقيمة الإسمية، ولا يمكن قبولها في التداول. نعم. طيب، إيش هي هذه الأوراق النقدية اللي تضمنها الإعلان؟ طيب، الأوراق النقدية اللي تضمنها أو استهدفها الإعلان هي جميع الأوراق التي أصدرت ما قبل الإصدار السادس الذي أصدر في عام 2020. وهذه الأوراق النقدية نستوضحها كالتالي: الفئات ريال واحد، نصف ريال، ومئة بيسة، ومئة بيسة الإصدار التي أصدرت في عام 1995. الأوراق النقدية لفئة الريال، للفئات 50 ريال و20 ريال و10 ريال و5 ريال التي أصدرت في العام 2000. الأوراق النقدية لفئة الريال، فئة الواحد ريال التذكاري الذي أصدر في عام 2005. الورقة النقدية لفئة العشرين ريال التذكاري التي أصدرت في عام 2010. الأوراق النقدية للفئات 50 و10 ريال و5 ريال التي أصدرت في أواخر عام 2011 وبداية عام 2012. الورقة النقدية لفئة 1 ريال التذكاري الذي أصدر في عام 2015. وأخيرا الورقة النقدية لفئة 50 ريال التي أصدرت في عام 2019. هذه هي الأوراق المستهدفة للسحب وإنهاء صلاحيتها من التداول. يعني ما توقع أن مجموعة كبيرة من الأشخاص يمتلكون كمية كبيرة من هذه الأوراق النقدية حتى يستبدلونها مع الاتجاه إلى التحويلات الرقمية ويعني إجراءاتنا المصرفية الإلكترونية، لكن أنتم في البنك المركزي الآن كيف بتتابعوا عملية استبدال هذه العملات النقدية؟ طيب، في البداية نود أن نستذكر لماذا يتم استبدال أو سحب هذه الأوراق من أو إنهاء استعمال هذه الأوراق من التداول. طبعا السبب الرئيسي لإنهاء تداول هذه الأوراق وإنهاء صلاحيتها هو الإصدار السادس الذي وضع في التداول في عام 2020. وجميع الإصدارات الجديدة متى ما وضعت في التداول يتم سحب جميع الإصدارات السابقة من التداول طبعا تباعا. الإصدار السادس طبعا يعتبر من الإصدارات اللي آخر ما صممت بناء على آخر ما توصل عليه العلم الحديث في مجال التصميم وفي مجال الصفات الأمنية للورقة النقدية، وكذلك في قابليتها أو ديمومتها في التداول لأكبر فترة ممكنة. كل هذا ساهم إنه أو بشكل أو نستذكر معلومة أخرى في هذا الموضوع. بالنسبة للإصدار السادس 2020 تم اختياره كأفضل إصدار على مستوى العالم، أفضل إصدار متكامل في عام 2020 من قبل مؤسسة دولية. وهذا طبعا يعتبر إنجاز للبنك المركزي العماني في هذا الإصدار. بطبيعة الحال فور وضع الإصدار السادس في التداول عام 2020 قام البنك المركزي بعملية السحب التدريجي لجميع الأوراق ما قبل هذا الإصدار.
والسحب التدريجي هذا جاء بناء على توجيهات البنك المركزي لجميع المصارف العاملة في عمان في سلطنة عمان على عدم إصدار الأوراق النقدية هذه في للتداول مرة أخرى. وفي المقابل تم إحلال الورقة النقدية التي أصدرت في عام 2020 محل جميع الأوراق اللي تم سحبها عن طريق البنوك العاملة في السلطنة في خلال فترة زمنية التي تقارب الآن 3 سنوات. وبناء على المعطيات والأرقام والإحصائيات التي توجد لدينا كدائرة إدارة النقد بالبنك المركزي العماني، فإن نسبة أو حجم وقيمة العملات أو الأوراق النقدية من الإصدارات القديمة اللي موجودة في التداول تشكل ما نسبته أقل من 20% من القيمة الإجمالية للنقد المتداول في عمان. وبالتالي وبناء على القوانين واللوائح المنظمة لإدارة النقد داخل البنك المركزي العماني، فإن متى ما وصلت نسبة الإصدارات القديمة مقارنة بالإصدار بمجموع أو حجم قيمة النقد المتداول في عمان نسبة 25% فما دون، فيجب على البنك المركزي العمل على إنهاء استعمال هذه الأوراق. وبالتالي وبناء على الأرقام في 2023 فكان التوجه لإنهاء هذه الاستعمالات عن طريق أخذ الموافقة من مجلس محافظي البنك المركزي العماني الموقر. وبناء عليه كإدارة النقد كذلك من الأفضل دائما كفعالية وكجودة في إدارة النقد أن يتم دائما التعامل مع ورقة واحدة لكل فئة متداولة في السوق، ليس فقط على مستوى البنك المركزي العماني ولكن على مستوى مختلف البنوك المركزية العاملة في السلطنة عمان. إذا ما علمنا أن هذه المصارف عندها كثير من الأفرع على مستوى عمان. نعم. طيب إيش المطلوب الآن من هذه المصارف حتى تتعامل مع هذا الإعلان بشكل مباشر واعتماد الإصدار الأخير؟ ممتاز، هذا نربطها مع الخطة اللي وضعها البنك المركزي العماني للتعامل وتنفيذ القرار أو الإعلان اللي أصدره في الجريدة الرسمية. طبعا هذا تنفيذ القرار هذا أو تنفيذ الإعلان أو تنفيذه ليس فقط على مستوى البنك المركزي العماني ولكن تضافر الجهود مع جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤسسات حكومية أو مؤسسات مالية ومصرفية أو حتى الوسائل الإعلام المختلفة. بالنسبة للمؤسسات الحكومية فراحين نتواصل معهم لإيصال رسالة واضحة لجميع الأطراف أو لجميع حاملي النقد على مستوى فئاتهم كالمواطنين المقيمين أو تجار التجزئة أو المؤسسات الصغيرة المتوسطة متى ما أي شخص اللي هو له علاقة للتعامل بالنقد. هذا بالنسبة للمؤسسات الحكومية سواء كان داخل عمان أو خارج عمان. طيب. من خلال القنوات الخاصة بذلك. بالنسبة للمصارف والمؤسسات النقدية المالية نعم فقد تم توجيه المؤسسات المالية والتجارية كذلك فقد تم توجيههم من ضمن الخطة سوف يتم توجيههم لاستقبال الأوراق النقدية المستهدفة ومن ثم إيداعها متى ما قدمت من الجمهور ومن ثم إيداعها للمصارف العاملة بالسلطنة. يعني المصارف تم توجيهها بالدرجة الأولى بحكم طيب. أن العلاقة المباشرة بين البنك المركزي والجمهور يتم عن طريق المصارف العاملة في عمان. طيب. فتم توجيههم بتسهيل أو بزيادة أو تكثيف الجهود خلال هذه الفترة اللي 360 يوم لاستقبال واستبدال جميع الأوراق التي تصل لديهم من الإصدار القديم بالإصدار السادس. نعم. طيب. المادة الإعلامية طبعا كوسائل إعلام وإحنا نشكر وزارة الإعلام طبعا على استضافتهم بالإضافة إلى وسائل الإعلام اللي هي المرئية والمقروءة والمسموعة لإيصال الرسالة الواضحة والمباشرة لبعض الأحيان لتسهيل أو لما يصعب فهمه على المتلقي. أبشرك في شيء له علاقة بالأمور المالية والنقدية الرسالة تصل بوضوح عند المديرين. نعم. طيب لكن باختصار بعد 31 من ديسمبر 2024 ما الوضع القانوني بالنسبة للأفراد الذين يمتلكون عملات نقدية من الإصدار 2019 فما دون باختصار السادة؟ طيب باختصار شديد ما بعد 360 تكون تعتبر هذه الأوراق النقدية منتهية الصلاحية تماما وغير قانونية في قيمتها الإسمية وغير قابلة للتداول. هذا يعني أن هذه الأوراق تعتبر أوراق عادية لا قيمة لها بتاتا. نعم. ولكن قبل انتهاء 360 يوم يؤكد البنك المركزي العماني لجميع المواطنين والمقيمين
وبأنه خلال 360 يوم تعتبر هذه الأوراق أوراق صالحة، لا زالت صالحة ولها قيمة قانونية ثابتة في التداول لمدة 360 يوم، وتم توجيهها ويمكن استبدالها وإيداعها لدى البنوك العاملة في السلطنة. شكرا جزيل الشكر والتقدير لك الأستاذ سيف بن محمد البوسعيدي، مدير دائرة إدارة النقد بالبنك المركزي العماني. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، وأتمنى أن تكون وضحنا الرسالة لجميع المتلقين والجمهور. شكرا جزيلا لك. شكرا بارك الله فيك. إذن البنك المركزي يدعو الجميع ممن يمتلك عملة ورقية نقدية من إصدار عام 2019 فما دون إلى استبدالها قريبا في فترة زمنية مقدارها 360 يوما. أهلا ومرحبا بكم، نحن معكم في برنامج من عمان.